دفعة جديدة من جرحى القصير تضم 33 جريحا سوريا نقلها الصليب الأحمر اللبناني من عرسال عبر عكار إلى مستشفيات الشمال، ليرتفع عدد الجرحى الذين نقلوا إلى لبنان منذ الجمعة الماضي إلى 120. كونفوا عنا القفلة عنا جوا بعرسال، عم تشوف الحالات اللي لازم تنقل عم تنقلها هلأ، وعم نقام بمسح كامل بالموضوع. كل ما يجينا طلب بيندرس بيتأمن حجوزاته بالمستشفيات، بس مبدئيا اللي عم بيوصلوا عم يوصلوا عم بوسائلهم الخاصة، هن وسائل معينة عم نسلمه نحن يا بإرسالي على الحدود اللبنانية. وأفادت المعلومات أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تزال تجري اتصالات مع السلطات السورية للسماح لفرقها بالدخول إلى القصير ومحيطها بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري من أجل إجلاء الجرحى. نعرف قد هذا الملف دقيق، هل هناك غطاء يعني من حزب الله بعملية نقل الجرحى؟ بدك نحكي بتجرد؟ إيه في غطاء، صار في إشكال فردي شخصي، فردي مع شخص وتعالج بضرب حجر نهار السبت على سيارات الإسعاف بحجر يعني، بس في غطاء كامل متكامل إنسانيا عم نقطع ونأمن مصاري آمن بصراحة كاملة يعني، ولا هيك ولا بتاخد وقت أكتر بتنشغل أكتر. هلأ بقدر أقول لك أنه نحن نقلين فوق سنة 3600 إصابة يعني، منهم هلأ هاليومين، بس كانوا عم بيجوا كل يوم إصابتين ثلاثة خمسة حسب الإصابات. قوافل نقل الجرحى تتم بمواكبة من الجيش اللبناني، وقد وصل العديد منهم عبر ممرات حدودية غير شرعية بعد رحلة استغرقت 5 أيام سيرا على الأقدام، سلكوا خلالها طرقا جبلية وأوصفت حال بعضهم بالصعبة. نحاول ندور على ملاجئ، على الأقبية، على أي شيء نستر حالنا فيه يعني، بس كان سياسة الحزب والنظام الأرض المحروقة. حاولنا نطلع كذا مرة ما حسنا، كان في كمان للجيش كمان للحزب ما فينا نطلع كنا. صابت بشظية بالقصير براسي وأدت إلى شلل نصفي. الحمد لله يعني مسيطرين على الوضع، كان في عندنا شوية تعفن بالجروح، سيبتي سيمي تجرسم بالدعم، نظفناهن غيرني لنا على الجروح. هلا عم نعمل اكس راي لكل واحد اللي بده عمليه بدنا نحوله للعمليات. كما افيد ايضا ان عددا من الجرحى دخلوا عبر احد المعابر الحدوديه في منطقه الهرمل ونقلوا الى المستشفيات في شمال لبنان. تشير المعلومات للام تي في الى ان عدد جرحى معركه القصير يناهز 1800 جريح، وان هذه الدفعه التي وصلت الى لبنان لن تكون الاخيره وستتبعها دفعات جديده في الايام المقبله، علما ان عشرات الجرحى لا زالوا في عدد من المناطق الحدوديه ينتظرون عمليه نقلهم الى مستشفيات في البقاع والشمال. نخلع ضيمه، ام تي في.